فوت دو فراب. اهلا وسهلا منورين الحاضرين المستمعين. كي تسال في الشارع التونسي شباب الصاعد هكايا وتقول له 20 مارس، في الاغلب يقول لك هيد شعور قليل، حتى اللي يقول لك عيد الاستقلال كي كنا مستقلين يا حسرة. المهم 20 مارس زادة هو اليوم الدولي للسعادة عند اليونايتد نيشن، أسعد دول العالم هما فنلندا، إيسلندا، دنمارك، سويسرا، مش موضوع نختانا منهم هذوك كلندا الكل، اللندا هذوكم الكل ما نختانا منهم. في المؤشر متاع عام 2021 للأمم المتحدة، الإمارات، باش نحكي على الدول العربية، الإمارات ما عادش لولا في العرب، ولات السعودية في أمور سعادة، والثالثة البحرين، والمغرب الرابع، والعراق الخامس. راكم تقولوا تونسوين، تونس السادسة. وشاءت الصدف اللي أسعد دولة عربية هي السعودية، اللي إجمالي اقتصادها قدر صندوق النقد ب 842 مليار، والإمارات الثانية ب 410.2 مليار، معناها بريسك شطر. فنشوفوا هنا السعادة في الدول بالزهر جات مكيلة مع وضعها الاقتصادي، معناها ومع الاقتصادها بقداش يقدر. بون احنا فك علينا كما قلتها وأعيدها في المرة الأخرى، نحن لسنا في حاجة إلى الناتج الداخلي الخام، نحن في حاجة إلى السعادة الداخلية الخام، لو بونور ناسيونال بروت. فك علينا من الناتج الداخلي الخام، حاشتنا بالسعادة نحن، يخي علاش نعملوا في الاقتصاد؟ مو باش نفرح، يتنفرحوا ديريكت وفك. وكيفية السعادة من غير اقتصاد؟ طو يطلعوش فرقوا علينا حرابش، حرابش سعادة بالطبيعة مش حرابش اخرين. والفلوس كيفاش وخي؟ ايه اسمع، وان كان همك الفلوس، الفلوس نحنا نطبعها. اسمع، وان كان همك الفلوس، الفلوس نحنا نطبعها. هذه كل ما نسمعها نبدا نتخيل في جميع اللي في الحكم الكل في البنك سنترال هكا، ويبداوا يعملوا هكا يطبعوا في الفلوس يرتش معطيه. ما حاشتنا توا بالسعادة، معناها مش الاقتصاد، هو من قانون المالية شبيه كي ما فيه كان سعادة. تم الأعداد في إطار الهامش الموجود القائم لمشروع قانون المالية، بالرغم من قناعاتنا بأن الإصلاحات يجب أن تستمر وفق إرادة الشعب التونسي صاحب السيادة. المهم في هذا المشروع، المهم هي السعادة بالطبيعة، الفايدة في الهناء. الفلوس يا جماعة وسخدر الدنيا برسيون أخرى، وذا الشغلة بالفلوس العملة نحنا نطبعها. اختارنا يا جماعة من الفلوس، كبشوا في الفلوس وفي الاقتصاد نس كل توا باش نوليه من 10 ملايين محلل اقتصادي. اختارنا ما وجاه محس حسن البارح يزي يكهو على الأقل. فما شو اسمها هي يا ربي، ما زالت فما تاكتجي الرابعة هي يا خليفة، ما زالت فما الحرية. حق الحرية لا يمكن أن تكون مجرد نص في الدستور، بل يجب أن تكون حقيقة وأن تكون واقعا لكل التونسيين، بعيدا عن السلب، بعيدا عن الشتم، وبعيدا أيضا. يزي بعدتها برشا الحرية هكا، بعدت الحرية هكا. يا حرية شبيك عطيتي بالظهر وخيت، يا حرية يا حر تراه وين بعيدة بعيدة. بعد شوية خليفة على اليمين هكايا بارامون، ما خلتنيش شوف. لا ما بعدتش هاي لهنا، يمكن ثعلب والأرنب يلعبوا غادي كان نسخيب من الحرية. إخي فما حد خرج يدافع عليه قانون المالية هذا؟ ما فما حد نجيبوا الثعلب والأرنب زادة يدافع على قانون المالية؟ حبيت نخدم على قانون المالية، وشكون دافع على قانون المالية أنا اليوم في الكليك؟ ما لقيت حتى حد أوفيسيال من الحكومة من الرئاسة، ما فما حتى شيء وحتى حد دافع على قانون المالية هذا. الله أعلم كيفاش، معناها نعرفش تو نلم حواليا أنا طبيعة نهار الاثنين نجيكم ندافع عليها أنا كيما فما حد، سينون زين.